الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا اليوم عرفت المحكمة الابتدائية بطاطا تنصيب السيد وكيل الملك اللي ارتأى جلالة الملك أيده الله ونصره وضع الثقة المولوية في شخص السيد إبراهيم بونجرة وتعيينه وكيل الملك بهذه المحكمة. وكما كتلاحظوا اليوم كان في الجلسة الرسمية التنصيب حضور مجموعة من المسؤولين، السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير والسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بأكادير وحضور السيد عامل جلالة الملك ومجموعة من المسؤولين الإداريين في الإقليم. وجات هذا التعيين ديال السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا بعد هذه الثورة اللي تم إحداث خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجهاز النيابة العامة، استقلال جهاز النيابة العامة بطبيعة الحال، وتم وضع الثقة المولوية في شخص سيد وكيل الملك اللي هو السيد إبراهيم بونجرة. وكنتمناو له التوفيق في المهام ديالو اللي وضع فيه جلالة الملك، ونتمناو له التوفيق. وحنايا غنمدوا له جميع أيد المساعدة، وكما تعهد بالكلمة ديالو أن جميع المسؤولين سواء الإداريين أو القضائيين قدموا المساعدة، ونتمنوا له التوفيق في الحياة المهنية الجديدة ديالو. شكرا. الله يجزيك. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم 7 يناير 2019 كان الحفل أو الجلسة الرسمية لتنصيب وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، بعدما أنعم علي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بثقته المولوية السامية وعينني وكيلا للملك بها. أثناء الكلمة التي ألقيتها خلال هذه الجلسة الرسمية تطرقت فيها أو عبرت فيها على الفرحة التي اعترتني بهذه المكرمة الملكية، وبينت أيضا ما أستشعره من ثقة المسؤولية، لأن هذا هو تشريف ملكي، ولكن فوق ذلك هو أيضا تكليف يجب أن يؤتي أكله وأن تكون نتائجه واضحة للعيان. في كلمتي أوضحت الخطوط العريضة لعملي مستقبلا في هذه المحكمة أو للأهداف التي أرجو تحقيقها، قد عرضتها في الكلمة باقتضاب شديد، هي تطبيق السياسة الجنائية التي تنتهجها رئاسة النيابة العامة، وبينت خطوطها العريضة في العديد من المذكرات والمناشير التي توجهها إلى رؤساء أو الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بها. أيضا استلهمت بعض النقط أو بعض الأهداف من السياسة التي ينتهجها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، من بينها هي أيضا تتفق مع السياسة الجنائية بطبيعة الحال لرئاسة النيابة العامة، منها ترشيد الاعتقال وتفعيل الآليات البديلة للاعتقال، أيضا حماية المرأة والطفل ضحايا العنف، أيضا كذلك بذل الجهود من أجل تحقيق المحكمة الرقمية في أفق التخلي التام عن السجلات الورقية والاتجاه نحو المحكمة الرقمية بمعناها الشامل. كنشكركم جميعا، شكرا. الله يجزيك. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.